الحذاء أعزكم الله بالنسبة للمرأة يعتبر الرجل، وبالنسبة للرجل يعتبر المرأة، لأن دي بقى هي الحامي، يعني الزوج يعني حامي. فلما يكون الحذاء شكله جديد وقيم ويعني شكله ملفت للأنظار، فهو رجل صالح يعتمد عليه أو يسند إليه هذه المرأة، يعني أهل لها. ولكن لو كان الحذاء في نوع من أنواع يعني مقطع أو قديم أو أي حاجة من دي، فده معناه زوج سبق له زواج ولكنه كمان نفسيا مدمر. الحذاء إذا كان بكعب عالي فهذا الرجل مقامر على حسب مضمون الرؤية، أو كمان متكبر يعني يعلوه الغطرسة والغرور. وبالنسبة للمرأة، المرأة طبعا مستحب للمرأة الكبرياء، فهي امرأة ذو قيمة ومكانة. ده لو الراجل شاف ان هو يرتدي حذاء بكعب عالي فهو يتزوج امرأة ولكنها قيمة. الصندل في المنام تعتبر امرأة ولكنها شوية تواكب العصر، يعني بتلبس حاجة كده غير محتشمة. الشبشب في المنام معناه للأسف الشديد زوج أو زوجة ولكنهم يعني ضعاف الحال في أي نواحي الحياة، مثلا من ناحية الجمال أقل جمالا، من ناحية العلم أقل علما، المهم هو في حاجة نقصان، فالشبشب مش مستحب. والله أعلم.